مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب خلفي النوايا والضباب، ولها في أسرارها نار نار وجمر. آه من جرح اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. دمعة سالت في قلبي نهار، انتظارك ما مضى منا وغى، انتظارك نرتقب وعد المطر. آه من جرح اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر.
ما نعرف عنه شيء. الله معه، ان شاء الله بيطلع منها. ادعوا له ان الله ينقيه. هذه غرفة عموتش. تعالي دلال، تعالي شوفي باقي البين. تعالي دلال، حوش ابوش مايا يشوفني انتو. اذا مايا انا اللي بصير لبريولي. هي يا دلال، لو تعرفي كيف مشتاقه حلو اخوي. احنا عالجنا الجروح لكن هو لازال في غيبوبة. ومتى بيقوم منها؟ ما حد يقدر يحدد. في الحالة اللي هو فيها احتمال يقوم بعد يوم او ساعة او شهر، واحتمال انه ما يقوم. على العموم انتوا عينوا خير، وجودكم هنا ما له داعي، واذا صار شيء بنتصل فيكم. انا بجلس عندك. دكتور نقدر نشوفه؟ شخص او شخصين بس، ولا تطولوا لو سمحتوا. انا اذنكم. أنا بدخل أشوفه. أنا بي معك. الله يعين أبوك ويشفيه إن شاء الله. آمين. ما قصرت يا عمي. أباك يا ولدي يطمني على أبوك أول بأول. إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحال واحد. ها كيفك؟ تهني؟ أنا جاي إنك الحين. با؟ ما أعرف حويش. حاسس إن لك علاقة بمستر. أنا؟ استغفر الله العلي العظيم. صدق اللي قال، يتيك التهايم وانت نايم. كيف يا ولدي تكون لي علاقة وانت بنفسك اخذتني من المكتب؟ وعمي ناصر، قصدي ابو سعد. وايش فيه ابو سعد؟ كان لك علاقة بموته؟ وايش هذا الكلام؟ ناصر هذا كان أخوي. أخوك؟ قيفر، ودّر عنك هذه الأسئلة والشكوك. يلا تحرك، أنا وراي أشغال. يلا سألني أسئلة سخيفة.
حوش كل هالمشاكل فوق روسنا، حوش كل شيء لنهاية. كيف يعني ما بترجع من البلد؟ ما اقدر يا شيخ، ومثل ما تسببت في الحاله اللي وصل لها داود لازم اعالجه واخليه يرجع مثل اول واحسن. عن يكون ناوي تبيع بيت مره ثانيه؟ البيت بداله بيت، لكن الولد ما له بديل. ببيع البيت وبعالج الولد مهما كان الثمن. وذي الهدرة ذي لسبب مرعبة ودرة؟ طب ذي الطمة مرعي وأمثالها مخلعين حق أذية الناس، لكنهم في وقت الحزات يكونوا ما لهم حيل، وصغار يكونوا صغار ما يكون فيهم حيل أبدا. واني ما بتري مرعي يلملمني كمين بيسة من عند الناس، لا ببيع بيتي وعندي بيت في باطنة. قولك يا من وقت شفت نفسك تبغى ترجع البلد الأصلية وقلت عاد بتصفي يديه لهني مرة واحدة. إيه يا شمي، عشت معكم أحلى عيشة، أنتوا ناس طيبين، لكن المثل يقول لا تأخذ من الغريب تاده، ترى منتهى الغريب يعود لبلاده. يا علي ما أقدر، ما أقدر علي روحي يا علي، ما أقدر ما أقدر. يا عمي ممكن تبي لي شوية ماء؟ إن شاء الله. فتش. تفضل عمي. أزيدة؟ أحسنت يا بنتي. بنتين كانوا مصرات على الطلاق من أولادي، أنا أرد وسد عنهم، ماشي طلاق. أنا بسير البيت، بنطلع أرباع بثلاثتنا ومعنا الأولاد. أنا ما مع أرباع، أنا دربي غير. يا أولادي أمكم ما جابت لكم أدوات المدرسة؟ ترى المدرسة قريب خلاص. لا يا جدي بعدها،
خلاص يا ولادي، باكر ان شاء الله انا بروح معكم السوق وبجيب لكم كل شيء. الحين روحوا زربوا ثيابكم علشان نرجع البيت. يلا يا ولادي يلا. علي أب وخال ونعم الخال يا بنتي، لكن اسمه محرم. تقدر تعيش في بيته وبيت والده الوقت اللي تحبين، لكن المحرم الحين في المستشفى. ما يستوي تعيشي في هالبيت والمحرم ما هني. سما أنا كنت بكلمها لولا إنها عايشة مع أمها. أنا قادرة أصون نفسي يا عمي. ينقطع اللسان اللي يقول غير هالكلام، لكن المبدأ مبدأ. انتي عايشه في بيت من؟ صدقيني يا بنتي طلال ندمان اشد الندم، وانتي عارفه هذا الشيء زين. ما اظن يا بنتي انك تردي لي طلب. يلا يا بنتي يلا. بعد في غيبوبة وما حد يعرف متى بيصحى منها. مسكين علي، الله يعينه والله يقومه بالسلامة حولاته. سلموا على حبه. هلا هلا بالحلوين، هلا هلا بالشاطرين. أكرام، لا شيء أكثر من ذلك، لا تعبير يفوق كرهي له، لي الحق بالاستسلام لكرهي له، ولكن إلى متى؟ ذياب هو الواقع المؤلم الذي يجب أن تحددي موقفا ثابتا منه. تخيلي أن شخصا مثله سيكون جدا لطفلك. أتمنى نبدأ بداية جديدة على صفحة بيضة مثل هاللوحة، ونلونها بألوان الحب والسعادة.
كنت تدور علي ما كذاك؟ حويش أعرفك؟ تعرفني؟ أظن أنك أنت اللي تعرفني وتعرف أبوي وعم ذياب. يهمني أسمع اللي عندك. مثل ما أنت متذكر شكلي، أنا أتذكر أني قلت لك اسأل عمك. سألته وجاوب، وجوابه كان واضح، بس سؤالك أنت من الأصل ما مفهوم. ولا في حد يقول سلم على أبوك وانشد عمك كيف مات أبوك؟ لعلمك، رغم أن سؤالك هذا ملتبس ومرتبك وفيه من الجنون، لكني حاب أسمع منك أكثر. كلمني، كلمني عن أبوي وعم ذياب. أنا أقول يا ولدي اسأل عمك قاسم. عمك قاسم يعرف كل شيء، كل شيء. سيف يا سيف، سيف من هذا الرجال وهش تبى منه؟ كل اللي أقوله عن عمي قاسم. من دام ان اولاد الشيخ ضاربوا على الاكل معناته المدام ما طابخ عشاء. البيت ما في شيء. هذا الكلام ما ينقال لي انا، سير قولي حال اختك. ترى انا قلت لك من البدايه خلي كل الحمل على ظهري، وانت استوشر والمسكينة المغلوبة على أمرها قدام أختش. ما رضيت. شوف الحياة الحين من غير شريفة ما نقدر نعيش. لا 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 تفهمين غلط، أنا ما أقول لك هالكلام إلا علشان ما تندمين في اللي سويتيه بشريفة. أنا قصدي تكتب البيت باسمي. أكتب البيت باسمك وتبى شريفة تصرف علي وعلى ولادي؟ صير اشتغل واصرف علي وعلى ولادي وخليني اطمن لك، وبعدين تعال كلمني عن البيت. وذاك اليوم من اللي مشتبه لابس حال اولادش؟ خبريني، ولا هذه عادتك تاكلي وتنسي؟ الريال يسألني متى بيكون البيت باسمي؟ وانا سألتك وش الثمن وما رديت. انت غبية؟ ترى مفهومة النص بالنص. يعني بينك وبينه وأنا خاري الحسبة؟ لا حبيبي، يا تكون الحسبة في ديني كلها يا ما لكم شي عندي، وأصلاً ما لكم شي عندي. أنا خلاص خلاص أخرت، وإنتوا ما مالكم مشاريع. أنا بخبر ذياب عنك وعن ربيعك. يلا تحركوا بسرعة خلينا نسير. سارة تنفذ تهديدش؟
هذا بدال ما تسألين عن أبوي اللي ما حد يعرف إذا بيموت ولا لا. سايرة يعني هذه إزاتي اللي فكرت فيش ومصلحتش، سايرة تفضحيني وتسوي مشكلة حال الرجال اللي كان بيساعدنا مع العم ذياب. ترى الشيخ حمود ما شوية، وأهم شيء إنه ربيع العم ذياب، يعني ما حد بيضيع في النص غيري أنا. زين خلاص خلاص، انسي المشروع، إذا كان بتينا من وراء المشاكل والزعل ما نبغى، خلاص اسدنا هالبيت. أهم شيء سيري لشريفة وخذ منها غوازم، أنا محتاج، وأبوي في المستشفى، وفهد معذب مني، يبالي أجلس معاه. طول عمرك ما بتتغير، اللي بدا حياته عالة على الناس بيموت هو عالة على الناس. ماشي فايدة، ماشي فايدة. على العموم فهد طمني على أبوك، وبسير اليوم العصر بزوره. هما كان ما لقيت منه شر. ولعلمك أنا سايرة المحكمة أطلب نفقة حال أولادي من أبوهم، ومن دام إن عندهم أبو فهو اللي يصرف عليهم ما شريفة. وإنت إذا ما قادر تصرف علي رد حال أهلك وأعطيني كلمتي، ويكون في معلومك كلمتي واحدة وما بثنيها، يا تشتغل حالك حال الناس يا تجلس عند أبوك أحسن. اليوم لازم أكلم أبوي في الموضوع مرة ثانية واثبت لها أن كلمتي مسموعة حتى سيارتي. اليوم أرجعها. ما شاء الله غادي معرس يمعوه ما أحسن مني، متزوج وأهلها وأهله صرفوا عليه وعلى أولاده، وأنا ما لازم أشتغل عشان أتزوج. يعني أبوي غني وأنا كامل مكمل والكمال لله. اتفضل. ايش ذي؟ وراك انت ما تبغى تبيع بيت؟ ها؟ انزين ايش ذي بعد؟ الا غوازي، انا جاي انك شاري. لا يا مبارك لا. انت تعرفني اني ما اقبل مساعدة من حد. وليش يا قاسم تعتبرها مساعدة؟ اولا انت بتمشي معي وبتوقع لي على البيع والشراء، وثانيا داود ولدي مثل ما هو ولدك. وراهم ما قالوا زمان الاول يوم يقول والخال والد، ولا انتم مصدقين هذه كلمه؟ هذه واجبي يا قاسم، واجبي اساهم في علاج الولد. لكن الفلوس شكلها اكثر من قيمه البيت. الظاهر اليك ان ما عارف اسعار البيوت في هالايام دي. ابوي اشتعلت نار غلط غلط، واني قبل لا يكهني تنشدت في السوق وقالوا لي عن الاسعار. اللهن ايش قلت الحين؟ وانا اقدر اقول شيء بعدك يا شيخ؟ طول عمرك اصيل وصاحب مواهب. ما متى دخلتي؟ من شوية. وإيش شاغل النص؟ ماشي أكتب قصة جديدة. الحمد لله، يعني تو أنتي أحسن. الحمد لله. إنزين وهالقصة عن ويش؟ عن شخص معروف طيبته وكرمه وأخلاقه واهتمامه بكل اللي حواليه من قريب وبعيد، من صغير وكبير، عاش وسط الناس من غير ما يعرفوا انه في الحقيقة مجرم ومطلوب للعدالة، ويوم عرفوا الناس الحقيقة احتاروا
يحتارون يحكموه على أصله ولا على أفعاله ولا على كرمه وطيبته ولا على احتياله. كيف يعني؟ لما أخلص القصة بخبرش. إنزين. وتوسكري ذا الكمبيوتر ومتغدي معنا. مالي قلب أمه. ما يستوي يا بنتي. من توفت خلود الله يرحمها. وانتي لا تاكلي ولا تشربي مثل اللوادم. تصدقي؟ من توفت خلود مالي قلب يصير المستشفى. يا بنتي. خلود خذت نصيبها من الدنيا. قدرها ومكتوب. وتوعد. هي حبة لولو في الجنة. هذه خالتي صفية. أيوة خالتي. من عندي. ويش؟ وش في أمك؟ زين زين. إحنا جايين. صفية عندها حق. كان من الذوق والكرامة والأخلاق إنك تقولها إن شاء الله. ما جازيش على صبرش وتحملش لي بالشغل. ما تقولها طالق وتخليها. يا أخي حرام عليك. أنت لا تبط كبدي. أقول لك ما أعطتنا مجال. يا أبيض يا أسود. يا تشتغل يا تطلقني. وأنت تعرف لو راحت المحكمة وعندها هذا الشرط بتطلع هي ربحانة. لكن معليش يا صفية. أنا وراش والزمن طويل. أنا تأخذيني لحم وتعقيني عظم. أروح أودي ملابس حال أبوي. سنة أنا قابل ويبك. اسمع الليلة أنت بتبات عند أبوي أقل شيء تحسسه أنك ولده أنك تخاف عليه. أقل شيء أنت ولده وتخاف عليه. سير. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت ما قصرت شيء. والله يخلي لش ولادش. خليه ولي يغيب غابة عينه. والله ما من زين التربيته يوم لا بالصايع الحرامي بيلس بلية وياكل من كيس اهله. وانتي انتي يا حبيبتي اذا ما توسعش هالعين توسعش هالعين. ان شاء الله انه ما بيقصر على الشيء. قلبي وتمني عطاش الغايب. قوموا تسير المطبخ. غايبش بطلع من عينه ولا ما انا شريفه. انا تو سايره حذياب وبخلص خلص. انا تنازلت عن الغاي. ما بشيء من يما. ما بيش ما تكلمي حتى لو قال اي شيء عني. لا تصدقني شيء شيء شرويش. انت تعرفي كذب يما. أولادي شو يعانين وما لقيت لهم أكل في المطبخ. حوش ما خبرتنا ما في أكل. با بغيت أكلمك في موضوع. ممكن تخلي جيفر يفرق عن سيارتي؟ الدراسة قربت وانت لازم تركز في دراستك. إذا ما عطيتوني سيارتي أنا بودر الدراسة. شكل الدرس اللي اعطيتك اياه من مده راح تاثيره. با انا استويت ريان. ما يستوي تعاملوني كاني واحد من اولاد طلال. مفروض تكون كلمتي مسموعه. ولد هيثم تكلم بادب مع ابوك. انا اسف. اذا وعدتني ان هذه السنه اخر سنه تعيدها انا بخلي كيفك يبدل لك مفاتيح سيارتك. با وعد. خلاص قفل. اعطيه مفتاح سيارتك وتابع نتائج الشهريه. واذا شفته مقصر انا بنفسي بسحب عنه السياره نهائيا وبيعها قدام عيونه. اقول لك طلي من الدريشه عشان تشوفي المفاجاه. انت طلي بالاول. شفتي؟ رجعتها. الله يبارك فيش حياتي. وإيش سويت في الموضوع الثاني؟
أي موضوع؟ لا تقول لي إنك نسيت. طبعاً موضوع الزواج. ما استوت فرصة، بس لازم أكلم أبوي في أقرب وقت. المهم الحين أنا عازمنش على العشاء بمناسبة استعادة سيارتي. زين على سلوى. سلوى سكرت الخط. رجب قال لك هذي الكلام؟ اسمه رجب؟ كنا نسميه رجب العري. هي يا عمي رجب اللي قال لي هالكلام. بس كيف عرفني اعرفك؟ حسني ما التقيت بحد من هالاسحاب غير لما لقيتك. اذا وش اللي يخليه يقول هالكلام؟ ريب يا ولدي قبل لا يتوفى ابوك الله يرحمه استيهن، ما اعرف كيف، وقام يهلوس في الكلام وتينا وبات ينون ويقول كلام ما له معنى، واكيد الكلام اللي قال لك اياه من هالخرابيط. لا يا عمي، الكلام اللي قاله رجب ما خرابيط. عمي انت تعرف شيء وما تبغى تقوله. انا ما اعرف شيء يا ولدي، ما اعرف شيء. زين يا عمي على راحتك، انا بترخص توا وباكر الصبح ان شاء الله بروح المركز وبطوف عليكم وبنتوكل على الله لمسقط ان شاء الله. ايش تباني اقول لك يا سيف؟ تباني اقول لك من يكون عمك ذياب؟ ولا تباني اقول لك من قتل ابوك؟ ولا تباني ادمر حياة اختي بيدي؟ يعني انا اذا غفلت عني شي يوم انت ما بتاخذ الدواء؟ انت دواش تاخذي كل الدول اللي في العلم علشان تهتمي بصحتش. صحتش غالية علي وايد يا موسى. وايش اسوي يا ابو جيفر؟ اللي مر علي الفترة الماضية خلاني انسى نفسي. كل شيء بيتصلح ان شاء الله. هذه ليلى يقعد حق طلال، وسما وجيفر بيتصافوا ان شاء الله. الله يسمع منه. الحين هذا باش تنامي وترتاحي، وبيبلش منبه علشان يذكرش بمواعيد الدواء. اصلا انت المنبه مالي. ترن 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 ترن.